مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات مع انطلاقة شوطنا 22 في انطلاقات هذا اليوم الخاصة لسن اللقاية. ينطلق هذا الشوط ونسير مباشرة مع انطلاقات فئة الإبكار من مسافة 4 كيلومترات ونتابع أول التحديات وأول المراكز. نتابع مشاهدينا الأعزاء اللي تحتل المركز الأول وتتصدر على هذه الأسماء الظبي لخليفة بن علي بن حمد العطية على أول المراكز، بينما ثاني المراكز الوصول في هذه اللحظات من قبل شعار اللورد، من يقدم لنا مشاهدي الأعزاء الواعية لعلي بن ناصر بن سعيد بن محمد العيدة، بينما المركز الثالث نتابع القادمة والمتواجدة على مستوى المركز الثالث. هذه مشاهدينا الأعزاء السدرية لناصر بن شبيب محمد الرمزاني النعيمي مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع نتابع من خلال هذا التقدم والوصول من قبل الشهانية لعبد الله بن ناصر بن راشد التواه الهاجري مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس اللي تحمل رقم 46 هذه مشاهدينا الأعزاء أو القادمة الدرعية لخالد بن محمد بن ناصر بن جبر النعيمي. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى، وهناك أسماء قادمة ما بعد المراكز المتقدمة لن يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة، ولكن نعود إلى الصدارة ونتابع أول المراكز. من تحتل المركز الأول الظبي لخليفة بن علي بن حمد العطية، يقدم الظبي على أول المراكز، بينما المركز الثاني هذه مشاهدين الأعزاء القادمة بانطلاقها المميز والرائع، هذه مشاهدين الأعزاء الشهانية لعبد الله بن ناصر بن راشد التواه الهاجري، وهنا أيضا المغيرة في هذه اللحظات مشاهدي الأعزاء تكريت لسالم بن حمد بن محمد بن بخيت بن هديب، من يقدم لنا مشاهدي الأعزاء تكريت اللي غيرت وخطفت المركز الثاني المركز الرابع. نتابع مشاهدي الأعزاء ونراقب الدرعية لخليفة بن محمد بن ناصر بن جبر النعيمي، بينما خامس المراكز شعار اللورد مع الواعية لعلي بن ناصر بن سعيد بن محمد العيدة. هذه المراكز مشاهدي الأعزاء، ونعود مباشرة إلى الظبي لخليفة بن علي بن حمد العطية، لازال متصدر ومنطلق في أول المراكز كما نتابعه في الكادر الأعلى عبر قناة الريان الفضائية. الظبي لازالت على الصدارة منذ انطلاقة الشوط، وهي تقود الأسماء بقيادة مميزة لخليفة بن علي بن حمد العطية، بينما المركز الثاني نتابع التقدم مشاهدين الأعزاء مع المركز الثاني الوصول في هذه اللحظات من قبل تكريت للسيد سالم بن محمد بن حمد بن محمد بن بخيت بن هديب، ولكن اللي غيرت في هذا التحدي هذه مشاهدين الأعزاء اللي غيرت مباشرة الشهانية عبد الله بن ناصر بن راشد التواه الهاجري، بينما المركز الرابع نتابع الواعية للسيد علي بن ناصر بن سعيد بن محمد العيدة، والشعار القمرة بدأ يتدخل في هذه اللحظات بانطلاقة ومتابعة هنا مشاهدي الأعزاء الواعية، وهنا أيضا شعار بن جهويل بدأ ينضم في هذا التحدي والمعركة المميزة. الظبي بدأ تتدخل لناصر بن بخيت بن محمد بن مقارح المري، ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول، نتابع الأسماء المميزة الشهانية عبد الله بن ناصر بن راشد التواه الهاجري يقلب موازين هذا الشوط ويحتل المركز الأول بتقدم الشهانية، ولكن شعار اللورد مع الواعية علي بن ناصر بن سعيد بن محمد العيدة، وشعار بن جهويل القادم مع الواعية أيضا حمد بن سالم بن علي بن جهويل المري، الناموس وين؟ التحية وين؟ يا سلام يا هذه الأسماء المميزة الواعية غيرت مباشرة بشعار بن جهويل، شعار بن جهويل حمد بن سالم بن علي بن جهويل المري يقدم الواعية في الأمتار الأخيرة، تريد أن تخطف ناموس هذا الشوط الواعية على الصدارة على المقدمة، ولكن واعية
العيدة هنا مع ثاني المراكز، ولكن الله يا بن جهويل، بن جهويل مع الصدارة مع الواعي على المركز الأول. هذه الواعية مشاهدي الأعزاء تصل إلى خط نهاية وتهدي مالكها حمد بن سالم بن علي بن جهويل المري ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز. المركز الثاني الواعية للسيد علي بن ناصر بن سعيد العيدة، بينما ثالث المراكز وصلت الشهانية لعلي بن ناصر بن راشد التوا الهاجري. المركز الرابع جاءت في مشاهدين الكرام ارتياد لحمد بن جابر بن حمد البريد المري، وخامس المراكز كان الوصول مشاهدي الأعزاء مناهل لراشد بن ناصر بن محمد بن شابل المري. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى. تابعنا شوط مثير، شوط مثير للغاية. حضرت الواعية لحمد بن سالم بن علي بن جهويل المري منتزع هذا الناموس المميز. 6 دقائق 14 ثانية و96 جزء من الثانية هو توقيت الواعية لمالكها حمد بن سالم بن علي بن جهويل المري. المركز الثاني أتت الواعية للسيد الواعية بشعار العيدة لعلي بن ناصر بن سعيد العيدة، والتوقيت الزمني 6 دقائق 16 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس، بينما الشهانية في المركز الثالث لعبد الله بن ناصر بن راشد آل توال هاجري. 6 دقائق 16 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لجميع الفائزين.